الدورة 43 لموسم أصيل الثقافي الدولي تنظم هذا العام كما في السنوات الماضية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبداخل هذه الندوة هناك جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، وتتناول عددا من القضايا الراهنة في العالم، الحركات الانفصالية في إفريقيا، أزمة الطاقة في العالم، النظام العالمي بعد حرب أوكرانيا، إلى غير ذلك من المواضيع. كذلك في هذا الموسم هناك لقاء شعري عجيب وجميل يلتقي فيه شعراء من إفريقيا ومن أمريكا اللاتينية ومن العالم العربي، ويتوج هذا العمل التكريم الذي نحتفي به لقامة فكرية وأكاديمية كبيرة، وهو الدكتور عبد السلام بن علي أستاذ الفلسفة الذي سيحتفى به من جانب مجموعة من المفكرين والنقاد المغاربة. كل شيء رسائل لأنفسنا وللآخرين. الحركات الانفصالية نحن نعاني منها في ترابنا المغربي، وستعاني منها دول أخرى، وتعاني منها دول أخرى في شرق إفريقيا، في وسط إفريقيا، في غرب إفريقيا. نشاهدها اتسمت بالعنف وبالإرهاب، وللأسف الشديد هناك دول تمول حركات انفصالية ضد شقيقاتها لله في سبيل الله، ولن تنال من ذلك أي شيء. الحقيقة أن بالنسبة لي أنا كإنسان مهتم بالشأن الأفريقي واشتغلت في أفريقيا، كل حياتي قضيتها في النضال من أجل التقارب والوحدة الأفريقية. أعتقد أن أفريقيا الغنية مأساة لشعوبها، لأن العالم كله، العالم المتقدم أقصد يعني، محتاج إلى الثروات الأفريقية، والثروات الأفريقية إذا تركت أفريقيا يعني تتوحد وتصبح نظام فيدرالي قوي كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو الدول أو الصين أو كذا، فإنها ستسيطر على ثرواتها ومقدراتها مع قارة بها تقريبا ما يقارب مليار شاب، مليار إنسان قادر على العمل، مع الثروات الطائلة اللي تحتويها أرضها حتحول بين كل القوى المهيمنة على العالم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. ستكون أفريقيا قوة عظيمة، وهذا لا أعتقد أن كل القوى الشرق والغرب يحول بين أفريقيا، وبالتالي تشجيع الحركات الانفصالية، تشجيع حركة الإرهاب وزرع دويلات هشة هامشية غير قادرة حتى على صيانة حرية أو يعني، هذه كلها أعتقد أن أسبابها هي أحد أسباب المؤامرة على أفريقيا.